ابراهيم عبد الله، وانا مش عايز ادافع عن حد، ولا ليا دعوه بابراهيم عبد الله اصلا، ولا يعنيني كمان، لانها اللجنه ايدها مرتعشه وخايفه، ولي حق مرتضى منصور يعمل فيهم كده من كبيرهم لصغيرهم، لانهم خايفين يواجهوه باللي عمله، وخايفين يتكلموا، معرفش مين اللي منعهم من الكلام، ومرتضى بيشكل عليهم وبيلون عليهم وبيفصل ويقيس علشان هم مش قادرين يتكلموا. مين اللي منعهم من الكلام؟ معرفش. ابراهيم عبد الله اللي بطل يرد على تليفوناتنا عشان خايف من اللجان الالكترونيه، عاملين عليه حمله انه نصاب وحرامي. طبعا انا اشهد ان ابراهيم عبد الله راجل محترم وراجل بيتفانى في خدمه نادي الزمالك، هو وكل زملائه من الاداره التنفيذيه، ولكن للاسف الشديد انا لا ادافع عنه. خليه يدوق من نفس النار. خلي بالكم، هقول لكم على حاجه، كل الإدارة أنا غير متواصل معاها، ولا أحدث أي حد في إدارة الزمالك، ولا يعنيني أي حد، أنا اللي يعنيني النادي بس. لكن تبقوا عارفين لنا على اتصال برئيس ولا غفير ولا عضو لجنة ولا عضو إدارة تنفيذية ولا أي حد، وأنا عارفهم واحد واحد محترمين وأفاضل، ولو قعدوا صامتين بهذا الشكل المهذب ستأكلهم الحداية. ستأكل الحل يعملوا مؤتمر صحفي يقولوا للجمهور موارد الزمالك فين؟ ايه اللي لقيوه مش عايزين يتكلموا عنه؟ ساكتين ليه؟ وسايبين النادي الناس تقول لكم اعملوا واعملوا، وانتوا لا حول لكم ولا قوة. انتوا الله يكون في عونكم، انتوا يتعمل لكم تماثيل انكم قادرين تمشوا بالنادي لبر الامان، والنتيجة ايه؟ واحد منكم امين ومحترم اسمه ابراهيم عبد الله بيتهم بالنصب ويتقال عليه حرامي ونصاب. راجل بيخدم وبيدفع من جيبه ويتقال عليه حرامي ونصاب، ولما اجي اكلمه ما بيردش عليا عشان خايف من الجماهير، وخايف لو عمل معايا مداخله عشان يقول اللي عنده الجماهير تهاجمه. بقيتوا بتخافوا من الحرامي، بقيتوا بتخافوا من الحرامي، فلازم نار الحرامي تكويكم وخليكم خايفين بالشكل ده، وانتم ناس افاضل ومن عائلات محترمه، واشهد انكم تفتفنون من اجل خدمه نادي الزمالك، ولكن ايه الفايده والناس مش عارفه حاجه؟ اللي عندكم اسرار كثير ليه مش مطلعينها؟ اللي عندكم بلاوي ليه مش بتتكلموا عنها؟ اللي عندكم يشيب له الولدان ليه مخبيين الاوراق؟ مش عايزين تتكلموا عن المخالفات ليه؟ مش عايزين تتكلموا عن السرقه ليه؟ مش عايزين تتكلموا على ضياع موارد النادي ليه؟ مش عايزين تقولوا مين اللي وصلكم انكم ما لاقينش حتى المرتبات ولا حتى التجديد للعيبه، وخايفين تقولوا الاسباب ليه؟ مين اللي قايل لكم ما تتكلموش؟ ومين اللي حامي مرتضى منصور ومخليكم بتخافوا منه بالشكل ده؟ لكن للاسف الشديد دافعوا عن نفسكم. طلعوا بيان قبل كده بيقفوا فيه ويناصروا ابراهيم عبد الله، ولا حياه لمن تنادي، لان اللجان اكتر منهم واقوى منهم، وبتقبض بالدولار وبتقبض باليورو وبتقبض بالمصري. اللجان اقوى من هذه الاداره، فالاداره مرتعشه رغم انهم ناس محترمين وافاضل. الله يكون في عونهم، الله يكون في عونهم على اللي هم فيه، ولكن طول ما هم ساكتين هيدفعوا الثمن غالي وثمين. والدليل على كده الحمله اللي معموله على ابراهيم عبد الله، عاملين هاشتاج ابراهيم عبد الله اللص النصاب، وكل حاجه بيديرها بمنتهى القذاره. هذا الكلب الاقرع شينها ومعاه الديوس طليق الست ميمخا، وقاعدين بيدبروا كل مكيدة وتدمير للنادي. يعني الواد شينها بيكلم ولد في أحد الدول وبيقول له لا يجرؤ عبد الناصر يجيب اسمي، لأن يا ابني ما بجيبش الأسامي القذرة على لساني، ما بجيبش اسمك الزفر على لساني، يا حرام يا لص يا أفاق يا زبالة. وانت عارف أيها الأقرع أيها الحرامي شينها ان انا لا انطق الا اسامي المحترمين، وبعد كده انا لما اجيب اسم اجيب اسم سيدك اللي مشغلك كلب تهوهو، لكن اجيب اسمك ليه؟ انا لا اخاطب الجربانين امثالك،
ولا أخاطب طريق الست الديوس اللي ملوك لازمة في الحياة غير إنه يلحس الجزمة. طريق الست اللي بيتضرب بالأحذية في كل مكان. هذا الإنسان الفاشل المنحرف المتخلف ميم خا ومعه هذا الأفاق شينها. وكلهم بيعملوا المؤامرات. وعلى فكرة والحلقة عندي بالصوت والصورة بس هطلعها بمزاجي. والتحويلات سواء برا مصر أو جوا مصر كل حاجة موجودة. ولكن أنا خدت على نفسي عهد لن أدافع عن هذه اللجنة. مدام اللجنة مكعيش تدافع عن نفسها دافع عنها ليه؟ إيه اللي يخلينا نطلع وحش قدام الجماهير ويقولوا عبد الناصر بيهد النادي؟ يدافعوا عن نفسهم أنا مالي؟ أدافع عنهم ليه؟ وأنا عارف إن كلاب السكك هتاكلهم وهم ناس شرفاء وأفاضل. النهاردة طارق حشيش عامل تويتة بيكشف فيها تلاعب ساسي عاملين عليه حملة. يدافع طارق حشيش عن نفسه ماليش دعوة بيه. إبراهيم عبد الله بيقولوا عليه نصاب يدافع عن نفسه ماليش دعوة بيه. مرتضى منصور أهو بيقول لك اللجنة المغتصبة بالورق المزور دافعوا عن نفسيكم. والناس كلها مسحة بيهم الأرض. دافع عن نفسك. أنت بك عايز تطلع الحقايق. واللجان الإلكترونية بيصرف عليها ملايين مش آلاف. وانت ستفكر ان السكوت بتاعك هيرضي حد. لن يرضي احد. مع اول تعادل للفرقة الناس مش هتتحملكم ربع ساعة. الجمهور لا يبغي الا حال ناديه ورفعة الكيان. ومدام انت مش عارف تعمل ده هياكلوك وهيدمروك وهيخلوك ما تشتغلش بهدوء مهما عملت. لن تأدي لجانهم الإلكترونية ولن تأدي مؤامراتهم اللي بيدفع لها ألف. ولن تأدي مؤامراتهم اللي بيدفع لها ألف. وأنا أحذر للمرة الأخيرة. اتكلموا قبل فوات الأوان وإلا هتتكلموا في الوقت اللي لما تتكلم محدك هيصدقك فيه. وقتها هتكون خسرت كل حاجة. تلواد الشمام والد الظلمطهي النهاردة كاتب تويتة بيتريق عليكم ويقول لكم حتى الطيارة مش عارفين تنظموها. طبعا يلا ما هو مش عارفين ينظموا الطيارة عشان الإيدين الخفية الوسخة اللي انت بتقبضها في النادي. الإيدين الخفية اللي بتدمر كل حاجة في النادي. الأيادي الخفية اللي انت وابوك زرعتوها ولن تسمح لهؤلاء انهم ينجحوا. طبعا يا ابني من حقك ما هو بيقولوا لك كل حاجة وبيسهروا معاك وانت اللي بتخطط في كل حاجة. الأيادي الخفية يا شمام العصر وشمام القرن العشرين يا ابن الظلمطهي هي التي تجاهلت تجديد باسبور رؤى. يا ترى أبط كامل اللي ما جددش تجديد رؤى وقال لك ايه في القعدة اللي بالليل؟ يا باشا رؤى مش هيسافر وهيتفضحوا فضيحة بجلاجل. لكن خليهم يدفعوا الثمن بدل ساكتين. خليهم يدفعوا الثمن بدل ساكتين. اللي كان بيدبر معاك مؤامرة ان رؤى ما يسافرش وما يجددلهوش الباسبور بتاعه في المواعيد المحددة وهو عارف ان الفرقة مسافرة السنغال عشان تقابل تونجيس السنغالي. هو اللي بيتأمر على الإدارة وبياخد التعليمات منك يا شمام. الأهدي الخفية اللي مفشل النادي هي اللي ادت النقاذ الباسبور بتاعه ومضت له الورقة عشان يخيط النادي ويكسب القضية. دي الأيادي الخفية مش اللجنة المحترمة اللي بتدير. دول اللي دمروا النادي مش اللجنة المحترمة اللي بتحاول تنقذ اللي عمله أبوك وعملته أنت وأخوك. اللي بيحاولوا يلحقوا قبل فوات الأوان يلموا اللي متبقي من السرقة بتاعتكم اللي دمرتوا فيها 3 مليار جنيه. الأيادي الخفية
هي اللي سفرت اللعيبة قبل كده من غير شنط الأحذية وخلت الفرقة تتمرن حافية، واتصلت بالواد قلت له برافو في التليفون، وبهدلتهم عشان يشتروا جزم جديدة أو تيجي الجزم بتاعتهم بالطيارة اللي بعديها. فاكر يا شمام الأيادي الخفية هي اللي كانت بتحجز لك جناح في كل سفرية بيسافر فيها النادي، في كل مباراة لعبها النادي، وكنت معاليك تختار الجناح بعناية على التليفون وتأمرهم يحجزهولك، وكنت تختار فندق غير الفندق اللي فيه البعثة لزوم الشمال واللازم منه. دي الأيادي الخفية، دي الأيادي الخفية. لا يا صديقي، لا يا صديقي أسامة، ليست الدولة العميقة، الدولة العميقة شريفة، وإنما دي الرجال العفنة وبقايا وزيول الشمام وأبوه. الأيادي الخفية اللي انت كلمتهم في التليفون بلي الدلدول واقترحت عليهم انهم يعملوا حملة تيشيرت اساسي عشان تفضح النادي، وضحكوا على الجمهور والجمهور صدقهم، وفي الاخر ساسي ما عبرهمش، وانت وبلي الدلدول كنتوا عارفين ان ساسي ماضي من 5 شهور للدحيل من اول ما سافر قبل ابوه، ومتأكدين ان ساسي مش هيقعد في الزمالك وماشي اخر الموسم ببلاش، ولكن عملتوا المؤامرة علشان ابوك ما يشتمش بلي الدلدول، فبلي اتحد معاك على تدمير النادي وبيدي ايحاء للناس انه هو المدافع عن النادي، وعمل الحملة القذرة اللي لوثت النادي وخلت اضحوكة وخلت الناس تتريق عليها وتطلع عليه نكت لها على مدار 3 ايام، وفي الاخر الجماهير النهاردة مصدومة مقابلني في الشارع بعد اللي عملناه ده كله يا كابتن عبد الناصر، ساسي يطلع ماضي للدحيل. قلت له قول لنفسك مش انت بتصدق بليا؟ هو في حد يصدق دلدول؟ هو في حد في الدنيا يصدق دلدول بيقبض 260,000 جنيه؟ في حد يصدق واحد اتفق على النادي؟ في واحد حد يصدق واحد رمى ابوه في مصحة؟ في حد يصدق واحد اتشتم بأمه وابوه ويروح يقول جزمة اللي شتمه؟ في حد يصدق واحد قذر بهذا الشكل؟ فقد الشيء لا يعطيه. دي الأيادي الخفية يا شمام اللي انت بتكتب بتقول لهم ما بتعرفوش تنظموا رحلة طيران، وما خفي كان أعظم. عايز تعرف تفاصيل رحلة الطيران ومين اللي وراها؟ عايز تعرف تفاصيل رحلة الطيران ومين اللي وراها؟ عايز تعرف الفضيحة اللي بجلاجل الرحلة تستمر 24 ساعة؟ 24 ساعة وتعمل ترانزيت في الجزائر عشان مفيش تصريح للمرور في الأجواء الموريتانية؟ وما عندهمش تصريح دخول السنغال؟ ألف به أمور إدارية؟ اتعملت في منت عن طريق وزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني؟ طب ما اتعملتش ليه قبل كده؟ ما اتعملتش ليه قبل البعثة ما تسافر؟ للأسف الشديد اللي دبسهم في الطيارة هو نفس الكلب اللي شغال لحسابك، نفس الكلب اللي شغال لحسابك عشان يحرق اللواء عماد واللجنة، والطيارة أقصاها 700,000 دولار ولا 70,000 دولار مش عارف، خدوها ب 95,000 دولار.